ترانسفورمر، المحولات. بنقول إن المحولات بنستخدمها في إن إحنا يا إما نستخدم نوع اسمه ستيب أب ترانسفورمر أو ستيب داون ترانسفورمر. من عندي في نوعين من المحولات، ستيب أب وفي نوع تاني اسمه ستيب داون ترانسفورمر. الستيب اب ترانسفورمر طبعا الستيب اب بيبقى ليه في انبوت قليل وبيرفع الفي انبوت بيطلع لي في اوت اكبر منه، يبقى الفي اوتبوت في الستيب اب بيبقى اكبر من الستيب من الفي اوتبوت بيبقى اكبر من الفي انبوت. في الستيب داون بندخل له في انبوت كبير ويخرج لي في اوتبوت اصغر منه، يبقى بنقول ان ده خافض للجهد والستيب اب يبقى رافع للجهد. طب فكرة عمل الترانسفورمر عموما بتكون مبنية على ايه؟ قلنا بتكون مبنية على الماجنتيك اندكشن. ازاي؟ قلنا ان انا عندي هنا في دايرة البرايمري سيركت اللي هي دايرة الابتدائية، بنقول ان احنا طبعا بتكون الدايرة موصلة بـ AC power supply. الـ AC power supply ليه؟ قلنا لأن الـ AC power supply هيجنريت AC current، الـ AC current هيجنريت magnetic field في المنطقة اللي هي حوالين الكويل بالشكل ده كده. طبعا بما إن هو AC قلنا إذا هيديني alternating magnetic field، يعني magnetic field متغير. طب نتيجة إن ده magnetic field متغير اللي هو ده، وده عبارة عن كويل موجود في المجال المغناطيسي المتغير، إذا ده عبارة عن كويل بيقطع خطوط الفيض المغناطيسي المتغيرة، وبالتالي هينشأ فيه إلكتروموتيف فورس ده طبقا لقانون فاراداي، وبالتالي إلكتريك كارنت. طبعا إحنا قلنا كل ما بنزود عدد اللفات في الملف ده الثانوي إحنا بنسميه السكندري، بنلاحظ إن طبعا بنزود عدد اللفات معناها إن كل لفة بتعمل وكأنها لوحدها ملف، وبالتالي بيتولد فيه إلكتروموتيف فورس طبعا كل ملف لوحده، وبالتالي نقدر نجمعهم كلهم. يبقى احنا كل ما نزود عدد اللفات معناها ان انا زودت عدد القوى الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة في كل ملف، وبالتالي يبقى انا كده اقدر اتحكم في فرق الجهد اللي هو موجود هنا او الالكتروموتيف فورس عن طريق عدد اللفات. كذلك الامر احنا ممكن نعمله في الايه؟ في البرايمري كويل. قلنا ان الخلاصة في الترانسفورمر ان احنا ممكن نقول ان عدد اللفات الـ N primary على الـ N secondary هيساوي الـ epsilon primary على الإبسلون سكندري، أو إحنا قلنا طبعا الإبسلون ممكن نستبدلها بالدلتا في، لأن إحنا قلنا إن الإبسلون ده مسمى تاريخي، يبقى الدلتا في برايمري على الدلتا في سكندري. يعني أنا لو عايز أخلي الـ V أو الدلتا في أكبر هخلي عدد اللفات في البرايمري أكبر، لو أنا عايز أخلي الدلتا V في السكندري أكبر هزود عدد اللفات. يبقى إحنا قلنا بنتحكم في عدد اللفات، عدد اللفات هو اللي هيحدد لي هل هو ستيب أب ولا ستيب داون. من تاني بنقول ان هو فكرة عمل ترانسفورمر مبنية على الماجنتيك اندكشن اللي هو اصلا مبني على فكرة تغير الفيض المغناطيسي، واحنا قلنا ممكن نغير الفيض المغناطيسي اللي هو اللي قلنا الفويل عن طريق ثلاث حاجات، ممكن نغير البي او الاي او كوساين الزاوية ثيتا. يبقى احنا قلنا ازاي نحصل على بي متغير، ان احنا نحصل منها او نحصل عليها من الاي اللي هو الاسف الاي اللي هو الالكتريك كارنت ده، وكان اي سي هيديني الترنيتنج ماجنتيك فيلد وبالتالي هيديني تغير وبالتالي هيجنريت الكتروموتيف فورس. في حاجه اخرى محتاجين نعرفها هي اسمها الايدي كارنت اللي احنا بنسميها التيارات الدواميه. بنقول ان التيارات الدواميه هي عباره عن شكل لوب عباره عن تيارات دواميه بتنشا في الكوندكتور اللي هو بيكون موجود في المجال المغناطيسي المتغير. يبقى احنا سي ان انا عندي الماده اللي هي موجوده في الرسمه دي كده، الماده دي من الكوندكتور وده عباره عن سيلينويد، السيلينويد هيمر فيه تيار زي ما احنا شايفين تيار كهربي متردد، فهيديني هنا مجال مغناطيسي متغير او متردد. طبعا قلنا هينشا في اللي هو القلب او البليت الايرن ده او من الماده الموصله ده هينشا فيه الكتروموتيف فورس، وبالتالي هينشا فيه حاجه اسمها الاي دي كارنت. احنا بنقول عليها بتبقى تيارات على شكل الدوامات، طبعا قلنا ان هي ولذلك احنا سميناها الاي دي كارنت، بيكون اتجاهها عباره عن اتجاه عمودي على المجال المغناطيسي المسبب ليها. يعني لو كان ده اتجاه المجال المغناطيسي
لو كان ده اتجاه المجال المغناطيسي وليكن بالشكل ده، هتبقى اتجاه التيارات الدوامية على شكل دوامات بالشكل ده. يبقى هتكون زي ما قلنا اتجاه التيارات الدوامية اتجاه عمودي على المجال المغناطيسي، بتبقى عبارة عن closed loops، عبارة عن أشكال مغلقة على شكل دوامات. طبعا ليها يعني جوانب مفيدة وجوانب مضرة. الجوانب المفيدة إن إحنا بنقول إن هي بتجنريت إلكتريك فيلد، آسف، بتجنريت هيت، بتجنريت حرارة. طبعا لو إحنا استخدمناها أو وجهنا الحرارة دي في الاستخدامات زي الاستخدامات الطبية زي ما إحنا شايفين في الصورة اللي قدامي، طبعا بنقول في الحالة دي يبقى إحنا كده استخدمناها استخدام مفيد. لو إحنا طبعا بعض الأجهزة نتيجة الحرارة اللي موجودة ممكن الجهاز يتحرق من الحرارة الزيادة أو الحرارة العالية، يبقى في الحالة دي يبقى ده جانب مضر. بنقول طبعا إن دي رسمة أيضا للتيارات الدوامية، بنلاحظ إن نتيجة وجود المجال المغناطيسي طبعا بيتولد تيارات دوامية على شكل حلقات زي ما إحنا شايفين. طبعا كل ما بنبعد عن المجال كل ما تأثيره بيقل، وبالتالي كل ما الإيدي كارنت هيحصل له إيه؟ هيقل. بنقول إن الإيدي كارنت بيعتمد على أكتر من حاجة، أول أو أكتر من فاكتور. أول فاكتور بنقول عليه اللي هو شدة المجال المغناطيسي المسبب ليه. طبعا بما إن هو المسبب ليه هو المجال المغناطيسي، وبالتالي كل ما المسبب يقل كل ما الإيدي كارنت هيقل. بيعتمد على الاريا اوف ذا لوب، هل احنا لو المساحة البليت اللي احنا كنا شايفينه من الرسمة من شوية لو زاد هل التيارات هتزيد ولا لا؟ طبعا هيزيد، لان طبعا كل ما المساحة هتزيد زي ما احنا قلنا التأثير هيزيد، لان احنا قلنا الماجنتيك فلكس هيزيد وبالتالي التأثير هيزيد. تاني حاجة او تالت حاجة بنقول عليها اللي هي the rate of change of flux. طبعا ليه؟ لان احنا قلنا المسبب للإيدي كارنت هو كان الالكتروموتيف فورس. طبعا احنا قلنا الالكتروموتيف فورس بتزيد عن طريق ان انا طبعا قلنا او هي بتجنريت عن طريق الدلتا فاي باي دلتا تي اللي هو التغير في خطوط الفيض. قلنا لو انا غيرت خطوط الفيض بسرعه او لو انا عملت تشينج كبير معناها ان التغير هنا هيزيد، معناها ان هيديني الكتروموتيف فورس كبيره وبالتالي هيديني ايدي كارنت كبير. طبعا احنا قلنا لو انا عندي ماجنتيك فيلد كبير طبعا قلنا وبالتالي هيجنريت الكتروموتيف فورس كبيره وبالتالي هيديني ايدي كارنت كبير. طبعا بنقول لو انا زودت الاريا بتاعت اللوب معناها ان انا هزود الالكتروموتيف فورس وبالتالي هزود الاي دي كارنت. الفاكتور الرابع بيقول ان هو انفيرسلي بروبورشنال تو ريزيستيفيتي اوف ماتيريال. طبعا بنقول ان سي ان الماده اللي احنا شفناها اللي هي كانت في الرسمه دي سواء دي او غيرها، لو كانت الماده دي من الماده الموصله اذا فرصه ان يكون فيها اي دي كارنت هتبقى كبيره لان هي ماده موصله. طب لو كانت مادة عازلة أو دي كانت مادة عازلة وليكن، هنلاحظ إن كل ما المادة العازلة أو كل ما المادة تكون عازلة أكتر كل ما الإيه الإيدي كارنت يقل، ولذلك إحنا بنقول إن هو الإيدي كارنت inversely proportional to the resistivity of material، يعني بيتناسب تناسب عكسي مع المقاومية للمادة أو مقاومة المادة عموما. بنقول طبعا هنا الإيدي كارنت بيجنريت زي ما إحنا قلنا أو بروديوس إنرجي، والانرجي دي طبعا بتكون هيت انرجي، والهيت انرجي بتكون في الكوندكتور اعلى من الايه اللي هي المواد الانسليتور طبعا. ولذلك بنقول لو احنا بنستخدمه في استخدام طبي زي اللي احنا شفناه في الرسمه دي من شويه، بنلاحظ ان هنا الماسلز بتسخن اكتر من الفاتس. ليه؟ لان بنقول ان الماسلز الكوندكتيفيتي ليها بتكون اعلى من الفاتس اللي هي تعتبر باد كوندكتور. ده بالنسبه للايدي كارنت. في حاجة أخرى محتاجين نعرفها اللي هي اسمها السكين افكت اللي احنا بنسميها التأثير السطحي. التأثير السطحي دي ظاهرة بتوجد في الكوندكتور في حالة مرور التيار الاي سي، ولكن بتكون قليلة جدا جدا أو بتكون مش موجودة في حالة التيار الدي سي. طيب بنقول سببها ايه؟ ان في حاله الدي سي لما سي ان الرسمه اللي قدامي دي مثلا ده الكروس سكشنال اللي مساحه مقطع الكوندكتور، بنقول ان في حاله الدي سي لما بيمر تيار دي سي في الكوندكتور بيجنريت ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد ده قلنا بيبقى كونستانت لان الدي سي كارنت بيبقى كونستانت. طب بنقول بقى لو كان التيار اللي بيمر في السلك ده اي سي، بنقول ان في الحاله دي قلنا طالما هو اي سي فبالتالي هيجنريت ماجنتيك فيلد الترنيتنج، وبالتالي الماجنتيك فيلد الالترنيتنج ده هينشئ حاجه اسمها الكتروموتيف فورس.
الالكتروموتيف فورس ان هي اوريدي او الالترنيتنج ماجنتيك فيلد هيأثر على السلك نفسه اللي هو مسبب للايه للماجنتيك فيلد، وبالتالي هيجنريت في السلك نفسه اللي هو الكوندكتور نفسه الكتروموتيف فورس، وبالتالي هينشأ في تيارات دوامية، وبالتالي السبب او الكلام ده كله هيعمل ايه، هيخلي المنطقة اللي بتحرك فيها الالكترونز تقل. يعني بدل ما كان الالكترونز بتتحرك في السلك ككل زي ما احنا كنا بنقول في حالة الدي سي، لا ده بنقول ان الالكترونز بتتحرك في اريا اللي انا بظللها بالشكل ده كده. يعني التأثير هيدفع الالكترونز او الشحنات اللي بتتحرك في السلك ان هي ما تتحركش في الكوندكتور ككل، ولكن لا هيخليها او يؤثر عليها بحيث ان هي تتحرك في جزء وتسيب باقي الكوندكتور ما تتحركش فيه. طب نتيجة ان هي هتتحرك في اريا صغيرة، احنا قلنا طبعا ان الريزيستنس بتتناسب عكسيا مع ايه، مع مساحة المقطع. طبعا لما مساحة المقطع اللي هي الاريا اللي بيتحرك فيها الشحنات تقل، معناها ان الريزيستنس هتزيد، وبالتالي احنا هنا بنقول ان الريزيستنس في حالة الاي سي، يعني لو انا عندي دايرة كهربية وليكن بالشكل ده كده نفس المقاومة، ولكن انا وصلت هنا هنا مصدر الجهد اي سي وهنا مصدر الجهد دي سي، هنلاحظ ان قيمة المقاومة اللي بيواجهها التيار في حالة الاي سي هتكون اكبر من الدي سي. قلنا ليه؟ قلنا بسبب اللي احنا بنسميها السكين افكت. طب ايه اللي بيحصل في السكين افكت؟ بنقول تاني ان الافكتيف اريا اللي بيتحرك فيها التشارجز بتقل. قلنا بتقل ليه؟ بسبب وجود التيارات الدوامية. طب التيارات الدوامية موجودة ليه؟ موجودة نتيجة ان في مجال مغناطيسي متغير. مين سبب المجال المغناطيسي المتغير؟ اللي هو الاي سي كارنت. طيب بنقول ان التأثير او السكين افكت ده بيعتمد على الفريكوانسي، كل ما الفريكوانسي يزيد كل ما الاريا تقل كل ما الريزيستنس تزيد. ولذلك هتلاحظ في الرسمة اللي موجودة قدامك ان ده 60 هرتز، يعني تردد التيار هنا كان 60 هرتز، هنا تردد التيار كان 1000 هرتز، هنا كان 400000 هرتز او 400 كيلو هرتز. بنلاحظ ان المنطقة المظللة هنا هي الافكتيف اريا اللي هي المنطقة اللي الالكترونز بتتحرك فيها. طبعا بنلاحظ ان هنا قلت شوية، كل ما بنزود الفريكوانسي بنلاحظ ان الافكتيف اريا بتقل، معناها ان الريزيستنس بيحصل لها ايه، بتزيد. وهنا في بعض الهنتس اللي احنا هنقولها عن الافكتيف اريا. بنقول ان the current density in the center is lower than the outer، يبقى زي ما احنا قلنا ان الافكتيف اريا اللي هي المساحة اللي مسموح للالكترون تتحرك فيها هتقل، ولذلك بيبقى كثافة الالكترونز على السطح اكبر من كثافة الالكترونز في السنتر. طبعا بنقول ان السكين افكتس بتعتمد على الديامتر اوف كوندكتور، لان طبعا احنا كل ما الديامتر بتاع الكوندكتور هيزيد معناها ان الاريا هتزيد. بنقول ايضا بيعتمد على البرميابيليتي، بنقول عليها اللي هي النفاذية المغناطيسية، لان طبعا لان التأثير المغناطيسي هو اللي بيسبب السكين افكت. بيعتمد على الفريكوانسي وبيعتمد على الكوندكتيفيتي اوف ماتيريال اللي هي التوصيليه الكهربيه للماده. في العلاج الطبيعي بنقول ان احنا هنا في الفريكوانسيز اللي احنا بنستخدمها، الفريكوانسيز استخدام اللي عند الفريكوانسيز اللي بتستخدم في العلاج الطبيعي السكين افكت ما بيبقاش مهم قوي، لان طبعا الفريكوانسيز دي بتبقى قليله والكوندكتيفيتي بتاعت التيشوز بتبقى يعني مش ما مش عالية قوي او مش كبيرة قوي، وبالتالي ممكن يكون الافكت ده مهمل الى حد ما.